خليني هنا عندي توضيح اختي فاطمه اذا كان تسمع واحنا نتحدث على العلاقه الحميميه. فما سؤال احيانا يطرح يقول لك يا اخي الانسان اذا كان اصبح على جنابه هل انه صيامه يفسد؟ خلينا نقول وبالله التوفيق راهو الطهاره ليست شرط من شروط صحه الصيام، بمعنى اخر اي انه الاغتسال للجنابه سواء من دم الحيض او النفاس او الجماع فانه هذايا هو لتلاوه القران وللصلاه. أما الصيام راك نجم تصوم حتى بدون اغتسال. حتى بدون اغتسال وصيام صحيح. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. هذا كلام رب العالمين ما نجموش نغيروه، ماهوش كلام شيخ من شيخ ولا نبي من الأنبياء أو عالم من العلماء. هذا كلام رب العالمين، وربي سبحانه وتعالى يعرف في علمه الأزلي وهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه باش يجي اليوم وأنه المرأة باش تخرج للعمل وباش تساهم في الإنفاق، فبالتالي هذه تبقى القوامة للزوج، وهذا تكريم للمرأة. القوامة راه ماهوش تسلط، القوامة هي احتواء، القوامة هي حنان، القوامة هي محبة، القوامة هي مساعدة، هي شراكة بالأساس. خلينا باش نطلب. بالنسبة للسؤال الثاني، فترة العدة صحيح هي فترة زمنية 4 شهور و10 أيام، لكن هنا تقريبا جمهور العلماء يقول لك المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة قصوى 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 جدا، إلى درجة وأنه بعض العلماء يقول لك حتى الذهاب للمسجد ماهيش مطالبة باش تذهب للمسجد لأداء صلاة الجمعة أو لأداء صلاة التراويح، تخرج في ضرورة قصوى. إذا كان المرأة تشتغل فما تنجمش تبطل الخدمة نتاعها، خاطر تبطل خدمتها تو يطردوها ما تخرج لخدمتها. إذا كان لا قدر الله مرضت باش تمشي للطبيب، تمشي لزيارة الطبيب. هذا تقريبا الزوز حالات نقول القصوى، لكن تقريبا جمهور العلماء يقول لك يا أخي تبقى في بيتها حتى للمسجد. شوف مكانة الصلاة ومكانة الجماعة، لكن المرأة يقول لك تبقى في بيتها، وهذه علامة من علامات الحزن بتاع المرأة على زوجها، وهي تدخل كذلك في باب المحبة والعشرة الطيبة سواء أحياء أو ميتين. هذا والله تعالى أعلم وأجل وأكرم. تتعلق بالشخص في حد ذاته، الشخص في حد ذاته سواء الزوج أو الزوجة يفهم أن الطرف اللي قدامه هو شريكه في حياته، يا سبحان الله شريكه في كل شيء، وهالشراكة هذه تفرض عليه مبدأ الاحترام الكامل والمطلق. وعلى هذا الأساس فإنه لابد وأنه الكلام يكون كلام موزون، والكلام ما يخرج عن مقتضى العرف. وكذلك راه شوف العلاقة الزوجية تستمر والمحبة ما بين الزوجين تتمدد، راه البسمة تزيد تقوي العلاقة الزوجية، الكلمة الطيبة تقوي العلاقة الزوجية، المساعدة والمعاونة. طب بالله تقول لي عشية رمضان، من المفروض وأنه الزوج كان في خدمة زوجته، كان يساعد في زوجته. هكا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله وكان يرقع ثوبه وكان يحلب شاته، ما احناش احنا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم.